هذا هو سميتو لانه البقاء ديالو مشى للحكمه ماشي في صالح السكان حدا الطفل ديالنا انه الدخل ما قدش المحافظ يلغي مع ان القانون عادي الصلاحيه يلغي نشوف غنشوف المحافظ العام ما قدش المحافظ العام راه كاين الوزير ما كاين الوزير راه كاين رئيس الحكومه ما كاين رئيس الحكومه راه كاين سيدنا هذاك سيد الغا هذاك سيد الغا ما عرفش ما باش نمشي للحكمه هذاك راه حنا عارفين بؤره ديال التوتر مثلا في التونسيين الناس هنا واني ما نجيش عندهم الله يجازيك الله يجازيك انا اللي خصني نجي ما غاديش نقول لك اجي عند القياده الله يجازيكم بخير 140 نجيو باش نشرحوا للناس هالعمليه شوف راه ما فيهاش الساكنه ابدا الله يجازيكم بخير سعد الخير الرساله ديال المحافظ الصياغه ديالها غلطه انا نقولها ونعاود اش بغيتي زاوتي فرقه زاوتي فرقه قائمه الذات اليوم تنخوضوا واحد الوقفه احتجاجيه بسبب واحد مطلب التحفيظ 16642 اللي يعتبر واحد الكابوس يطارد ساكنة جماعة ايتيغاس بل ساكنة ثلاث جماعات قروية على اعتبار ان هذا المطلب التحفيظ يشمل مساحة حوالي 3000 هكتار تبتدئ من شمالا من جماعة ولاد عيسى وجنوبا من جماعة سيدي دحمان ويتمحور الجزء الاكبر من هذا المطلب في منطقة ايتيغاس اللي احنا الان فيها وبسبب هذا المشكلة هذا ديال هذا مطلب التحفيظ الساكنة هنا تتعرض للتعسف منذ سنة 1980 تاريخ فتح هذا المطلب التحفيظ في المحافظة العقارية علاش؟ لأنه ليس من حق الساكنة في ايتيغاس باش يكون عندها رسم عقاري باش أنها تولج مجال الائتمان مع الأبناك هذا واحد الحق اللي محرومين منه ساكنة هذه المنطقة هذه اللي كتشمل حوالي 14 دوار منذ سنة 1980 وبالتالي فالمطلب الأساسي ديال الساكنة هو ضرورة تدخل السيد المحافظ العام لأجل التشطيب على هذا المطلب علاش؟ لأنه مؤسس على وثيقة غير شرعية وغير قانونية كنتفاجئوا بانه تاسس على واحد شي وثيقه بيع تتعلق بشي شركه المانيه قبل الاستعمار في 1904 هذه الشركه الالمانيه ما عرفناش من فضاء من جات وباعت لشي شخص شي قائد قديم ديال الاستعمار بواحد الوثيقه ديال الموثق مع العلم ان قانون التوثيق في المغرب راه مصدر حتى ل 7 يونيو 1914 في حين ان هذه الوثيقه فيها 1904 وبالتالي فلا مناص من تدخل السيد المحافظ لاجل التشطيب على هذا المطلب وتحرير الساكنه من هذا الكابوس ومن هذا الهاجس وهذا هو الداعي اليوم للخروج والوقفه لتفادي البدء في مسطره التحديد. اليوم ربما في هذا المشهد اللي تاخذوه انتم هنا انطلاقا من سيدي الحمال يقال بان المحافظه مصممه العزم على اساس انه تضع نقاط التحديد الا ان الساكنه هي اساسا بالمرصاد حيث الناس يطالبون بفسخ هذا المطلب نهائيا لانه الى حللنا هذا الملف ككل تلقون ملف عامر بوثائق اللي هي مزوره هاد الناس تيقولوا بان هناك التزامات وبان هناك تنازلات ونحن ككل وكجمعيه المجتمع المدني نندد بهذه الاجراء ونندد به من كل جوانبه الاجتماعيه ولا الاقتصاديه ولا الفلاحيه. المشكل اللي عندنا سيدي هو احنا قاعدين في هذا الملك هذا واحد المده مجموعه من الساكنه المهم تابعه لجامعه سيدي الحمان وجامعه ايتيغاس المهم الساكنه تاع جوج الجامعات واحد العدد ديال الناس ومستقرين تقريبا اش نقول لكم انا عندي فوق 40 سنه تقريبا واحد 80 عام ولا 70 سنه ولا ما عرف كاع والناس جالسين هنا وساكنين ومفلحين والضو دخل وفضل الجامعات والطرقان وكل شيء والماء والجمعيات والناس ساكنين وجا السيد واحد المده ما كان عقلنا وكان جا ولكن عاود رجع وعاود صيفط لهم واحد الاستدعاءات وخلصوا الناس واحد المده ديك الساعات واحد شي داروا شي تعرضات ومن بعد ثاني جا في 2020 تقريبا وكان تلاقى داك الشيء مع شي ديك 20 فبراير واش داك الشيء وعاود تاجل حتى لدروك وهما دابا صيفطوا الاستدعاءات والناس راه كترفض رفض تام باش يتحاوروا كاع في هذا الموضوع هذا الموضوع غير قابل للحوار كاع نهائيا بصفه
الحل في نظرنا هو هذا السيد يحيي بعاد في حالته ويطاني له الدوسي هذا ديفينيتيفمون. هذا الدوسي خاصو يحيد نهائيا لان الناس كيبغيو يصوبوا الاعانه الكوتا كوت وكيلقاو مشاكل ملي كيبغيو يصوبوا الاعانه الكوتا كوت كيقول لهم جيبوا لنا البلان جيبوا لنا هادي وكيتحبسوا. خاص هذا الدوسي يحيد نهائيا لان هادشي معرقل حتى الاستثمارات اللي كتناجي بهم الدوله وسيدنا الله ينصرو. تيقول لك الفلاح الصغار يستثمروا في الاراضي ديالهم هادشي راه معرقل الاستثمارات. جيت سكنت هنا في مدينه تارودانت باقا صغيره وكنجي انا عند جدودي هنا في ولاد يحيى وكنجي كنعرف انا اللي شاد شي بلاصه راه شادها هنا اراضي الجموع اللي شاد شي بلاصه وملاكي ملاكي اللي شاد شي بلاصه راه شادها. هاد السيد قالوا جا شحال من عام هذا شي 40 عام هادي ولا تمام باش جا ودابا كل نهار كل عام كل مره كيجي يهددهم قرون هادي الناس ماتوا وباعوا بحالنا حنا دابا حنا بعنا ارضنا وباقي عندنا وبحالي انا دابا طلعت داري ومفلحين والناس مفلحين وساكنين وعطانا عطاهم القيد الشواهد ديال القدور ومدخلين الضوء. يعني هاد السيد اشنو غيكون ما فهمتش انا واش هاد اي تيغاس وتارقه وزاوية تسديد حمان وشاد الدواور كاملين واش ولد القياد ولد من واش شي حاجه هو ولا ما فهمتش انا ما عرفتش. حنا الحاجه اللي غنقول لك اختي راه حنا العيالات كاملين هادو اللي كتشوفي راه كلنا متضامنين وخارجين وتا واحد ما غيخرج من ارضه تا واحد ما غيخرج من داره وانا كنهضر على راسي ما غاديش نخرج من داري الا وميته الا ونقبر. موت على بلادك ولا ولادك. عاش الملك. حنا ما عاش الملك عاش الملك الله يحفظ لنا سيدنا. عندنا سيدي واحد الاستدعاء عطاوها لينا فيها اي تيغاس وهنا زاويه تسديد حمان جماعه تسديد حمان هاجي زاويه تسديد حمان وعطاونا الاستدعاء فيها اي تيغاس وجابوا حطوا الحجره وحنا هاد الرقا خلاو لنا جدودنا من بكري وقاعدين فيها ومعاشين فيها وهاد الناس جاوبوا يحطوا الحجره راه ما عندهم حق باش يحطوا هاد الحجره. الا شراو شي حاجه عند الا شراو عند شي واحد يجي نعرفوه. حنا راه ما ماشي راه ما علمنا عليه. حنا طنطلبوا بهذا الراجل يعطينا الاتسام ديالنا. هذا راه الا شاري عند شي واحد ولا شاري بشي حاجه مظلومه ولا شي حاجه يمشي عند دوك اللي بايعين ليه. حنا راه الرقه راه ديالنا.